السلام عليكم عشاق هواتف أوبو. كشف موعد إطلاق أوبو فايند إكس 7 وأوبو فايند إكس 7 ألترا رسميا. سيكون الفايند إكس 7 ألترا أول هاتف يدعم هذه الميزة الخرافية. أكدت شركة أوبو الصينية رسميا أنها ستكشف النقاب عن سلسلة الهواتف الذكية أوبو فايند إكس 7 يوم 8 يناير 2024 في الصين. بالإضافة إلى ذلك أصبح الهاتفان الذكيان أوبو فايند إكس 7 وأوبو فايند إكس 7 ألترا مدرجين الآن في متجر أوبو في الصين عبر الإنترنت للحجز. وأكدت القوائم الرسمية التكوينات وخيارات الألوان لكلا الهاتفين الذكيين قبل الإعلان الرسمي بوقت طويل. مواصفات أوبو فايند إكس 7. كشفت التقارير أن فايند إكس 7 سيأتي مزودا بمجموعة شرائح الديمونسيتي 9300، وتكشف القائمة الرسمية أنه سيأتي بأربعة تكوينات مثل 12 جيجا بايت رام زائد 256 و 16 جيجا بايت رام و 256 و 16 جيجا بايت رام و 512 و 16 جيجا بايت رام و 1 تيرابايت. وسيكون الفايند إكس 7 متاحا بأربعة ألوان مثل ستاري سكاي بلاك والسيا أند سكاي والديزرت مون سيلفر وسموكي بوربل. بالنسبة لمواصفات أوبو فايند إكس 7 ألترا، من المتوقع أن يأتي الفايند إكس 7 ألترا مزودا بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث سوك، وسيكون متاحا بثلاثة إصدارات مثل 12 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت للتخزين و 16 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت للتخزين و 16 جيجا بايت رام و 512 جيجا بايت للتخزين أو 1 تيرابايت. وعندما يتعلق الأمر بخيارات الألوان، سيأتي الفايند إكس 7 ألترا بخيارات مثل الباين شادو إنك والسيا أند سكاي والديزرت مون سيلفر. ويتمتع الفايند إكس 7 والفايند إكس 7 ألترا بتصميم مماثل، حيث تتميز الواجهة الأمامية بشاشة مثقوبة ذات حواف منحنية وواجهة خلفية مزدوجة اللون مع وحدة كاميرا ضخمة. ويحتوي الفايند إكس 7 على وحدة كاميرا ثلاثية، بينما يحتوي الفايند إكس 7 ألترا على نظام كاميرا رباعية. والطراز الألترا هو أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرات مقربة مزدوجة المنظار. وبالإضافة إلى ذلك سيكون أول هاتف على الإطلاق يحتوي على مستشعر كاميرا سوني LYT900 بدقة 50 ميجا بيكسل مقاس بوصة واحدة باعتباره وحدة الكاميرا الأساسية. ويقال أنه سيكون هناك جهاز ثالث يسمى إصدار الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والذي سيأتي مع دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه، وستكون بقية مواصفاته مطابقة للفايند إكس 7 ألترا. ما رأيكم في تصميم الهواتف بشكل مبدئي؟ شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.